سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم، أجواء جميلة قبل كل شيء. اللقاء سيقام في طقس رائع جدا بصراحة، جو كورة، جو يساعد اللاعبين على التألق. لذلك نتوقع أن نشاهد كرة قدم ممتعة، حديث للاعبين، يلا أعطوني ما لديكم، قدموا الكرة القدم اللي ننتظرها اليوم بأجواء إنجليزية معتادة. نتواجد اليوم وإياكم في مدينة مانشستر من الملعب الكبير، من صاحب الرقم القياسي دائما في معدل حضور الجماهيري على مستوى الدوري، أولد ترافورد، مسرح الأحلام مع كلي مانشستر يونايتد الإنجليزي. ها هي البداية إذن، ليونيل ميسي، تحكم مذهل بالكرة، ليونيل ميسي يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة، كرة إلى الأمام، دي ماريا، فيراتي يلعب كرة على اليسار، يحصل عليها سيرجي روبرتو، ميسي، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية، خوان بيرنات يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، رمية جانبية لكن فقدوها بسهولة كبيرة، ميسي، ليونيل ميسي، مبابي، إيكاردي، فرصة هجوم معاكس، بوسكيتس، ميسي، نقل كرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا، يحتسب الحكم ركلة حرة، حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. ليونيل ميسي، يا إلهي، روعة روعة روعة، أجمل هدف نشاهد اليوم، إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. سجل هدفا يمكن اعتباره هدف كلاسيكي. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. نيمار، تغيير جميل للعب، يمر يلعب كرة بينية، بوسكيتس يلعب كرة بينية، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة، لمسة بينية، يحاول تمريرها من بين، مبابي، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. يندفع تسديدة، الله، تألق لحارس رائع، ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس.
وستكون هنا رمية تماس. بوسكيتس، ميسي، تلعب الكرة إلى الأمام، قد تكون هذه فرصته، يتعثر ويفقد توازنه. سواريز يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعبها لمنطقة الخطر. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مونيير، الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها، هدف مقابل لا شيء الآن. يلعب كرة بينية، مونيير، ثم الكرة العرضية، دي ماريا يلعب كرة الجانب الأيمن، بابي، تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. جوردي ألبا، إيكاردي، يحاول تمريرها من بين المدافع، إيكاردي، لديه فرصة عرضية من الجانب. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ بابي، لمسة على اليسار، سيرجي روبرتو في كرة خطيرة إلى الأمام، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، كرة طويلة للأمام، سواريز يحاول أن يلعب كرة بينية والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. غريزمان، مونيير، تياغو سيلفا، الحكم يعلن نهاية الشوط الأول، نتيجة أسعدت اللاعبين بالتأكيد أيضا المشجعين. هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ ركلة بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين، هدف يبعثر أوراق المجموعة. الكرة إيكاردي، يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. لويس سواريز، تياغو سيلفا، ماركينوس، نيمار، ماركينوس ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. دي ماريا، كرة طولية إلى الأمام، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. ماركينوس، خوان بيرنات يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. ميسي، ميسي خطير جدا عندما يكون على الجهة اليمنى، يستعيدها ماركينوس، مونيير، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، مرت الكرة بشكل جميل. دي ماريا، مونيير، بابي، قوية من بابي، تسديدة جميلة لكنها تذهب إلى الحارس مباشرة. دي ماريا،
لمسة بينية، منيب عرضية، كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. الله على هذه المهارة، جميلة جدا الكرة الأخيرة. نيمار، إيكاردي، كرة من جهة اليمين، يسيطر على الكرة. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. ماركينوس يمر ويلعب كرة بينية. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة، ينجح في طرد الكرة ومنع الخطورة، يسدد الكرة. ميسي، سيرجي روبرتو، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. هنا كرة عرضية، الكرة طويلة جدا. يتوقف اللاعب الآن، سيتم إجراء تغيير، تغييرين دفعة واحدة. ميسي يلعب كرة بينية، والكرة في المساحة، تشتيت الكرة. ميسي، راكيتيتش، بابي يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع، يحاول أن يسدد الكرة من هنا، أوصلها إلى المرمى. إيكاردي، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعب كرة داخل الصندوق. لويس سواريز، غريزمان، الدفاع كبير، كيرير يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. نيمار، نيمار يلعبها على اليمين، في طريقة إلى المرمى، والتسديد. أي تألق، أي تصدي، أي حارس مرمى، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. ركنية قصيرة، يحصل على المساحة، هل يلعبها عرضية الآن؟ ميسي، تغيير لاعب على الأجناب. كورزاوا، كرة ممتازة، بابلو سارابيا يحاول، هل ينجح؟ أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، تلعب الكرة إلى الأمام، يطلق الحكم صافرته لإنهاء المباراة. يمكن اعتبار هذا نصرا للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم طوال 90 دقيقة. هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد، الرغبة الهائلة في تحقيق الفوز، الروح القتالية، الإصرار، المستوى العالي، الفرجة، المتعة، اللمسات، الكعوب، المهارات، الكرة، المتعة، الأداء الرائع. هذه الأشياء نحب مشاهدتها، هذه الكرة نحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. بعد أن انتهت مباراة الليلة، نشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في مباريات القادمة. شكرا لكم على المتابعة والحضور سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء.